وأكيد اليوم من التفوق والنجاح الكبير اليوم اللي بيحققه بعض الطلاب، وأكيد هي فرحة كتير كبيرة لهم ولأهاليهم سلمى، لكن كمان في شريحة تانية اللي هي بتعتمد على الغش وبتتكل لحتى يصير لها فرصة ضمن الامتحانات، وهذا محور آخر محطاتنا الصباحية لليوم رح نحكي فيها عن عمليات الغش بالامتحان اللي حصلت مؤخرا أثناء الشهادات العامة يا سلمى. صحيح ليلى، وطبعا هذا موضوع كتير مهم ويمكن قانونيا ما كتير نحكى عنه، ولكن هو أيضا جرم يعاقب عليه القانون السوري ويتخذ إجراءات فيه، وبالفترة الأخيرة تم محاسبة عدد من اللي قاموا بعملية الغش. لنتعرف أكثر على التفاصيل وأيضا بعض المواد القانونية بالقانون السوري المختصة بهذا الجرم وغيره. معنا بالاستوديو طبعا ضيفنا لليوم المحامي مصطفى مليحان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم كافة المشاهدين الكرام. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. طبعا في جرم أو في تشريع خاص بجرائم الغش، بالبداية خلينا نحكي عن عمليات الغش أو شو هو الغش الامتحاني. تمام، هلا اليوم المشرع سن المرسوم رقم سن القانون رقم 42 لعام 2023 الذي نظم سير العملية الامتحاني والإخلال بها، فهذا المرسوم هو اللي أفرد مواد خاصة لجرائم تتعلق بالإخلال بالعملية الامتحانية. فاليوم هي جريمة الغش، يعني جريمة لا تتعلق اليوم بشخص معين أو بشخصين، اليوم هي جريمة تتعلق بالمجتمع ككامل، اليوم تتعلق بالطالب نفسه واليوم تتعلق بالطالب الشخص الثاني، فهي الجريمة بتنال من الطلاب نفسه وبتنال من المجتمع، لأنه هي بالنهاية بتخرج طلاب أو بتأهلهم ليروحوا على جامعات وهن لا يستحقوها، أو عدم وجود المساواة لما واحد ينجح بالغش والثاني ينجح بجهله، يكون هون ما في مساواة أبدا. فهذا سبب قيام المشرع بسن بسن قانون خاص بتعلق بالإخلال بالسير العملية الامتحانية. طيب أي جريمة بيعاقب عليها القانون في إلى أركان مثل ما بنعرف، خلينا نحكي عن أركان جريمة الغش لحتى توصف بأنها جريمة يحاسب عليها القانون، شو لازم يكون موجود؟ تمام، هلا أركان الجريمة دائما الدافع لهذا الشخص، فهو الدافع لقيام الشخص بهي الجريمة، فقد يكون الدافع مادي أو يكون الدافع يمكن استعطاف للشخص أو مساعدة للشخص تكون غير مادية، فالدافع هو أساس هي الجريمة للقيام بها، وهي بالنهاية بتضر المجتمع. باقي الأركان؟ هلا في أركان دائما ما بنفوت نحن بأركان قانونية، الركن المادي والمعنوي، فهي كثير طويلة يعني هذا الموضوع، ولكن نحن يهمنا اليوم إنه القانون هو حدد عدة مواد، فهو صنف بين هي المواد، هل هذا الجرم هو عقوبة جنائية، اليوم هي عقوبة جنحوية، هي غرامة، فهو أسس المرسوم القانون أسس عدة فقرات وعدة مواد هي اللي قسم بينهم العقوبات حسب جسامة الجرم. طب اليوم في كثير أدوات للغش وسبل للغش، اليوم عقوبة الشخص اللي بيسرب أسئلة الامتحان شو هي؟ تمام، هلا اليوم المرسوم 42 حدد انه كل من يقوم بتسريب الاسئله الامتحانيه سواء كان هو فاعل ولا متدخل ولا شريك بهذا الشيء، وسواء كان اخذ عليها مصاري ماجور او غير ماجور، فهو اليوم عقوبته هو السجن المؤقت يلي هو من 3 سنين لل 15 سنه وبغرامه توصل لل 5 ملايين، فهي عقوبه شديده يعني جنايه يعني، وحتى هو حجب الاسباب المخففه وحجب وقت تنفيذ الحكم النافذ فيها، يعني حتى لو مثلا شخص انحكم 3 سنين تمام ما بيعطوه مثلا اسباب مخففه، انه مثلا احيانا بالقانون القضاء فبيخففوا بياخذوا اسباب تقديريه او مخففه بينزلوا اياها مثلا من 3 سنين للسنتين، وبعد مثلا سنتين ممكن انه مثلا خلال بس يقضي ربع مثلا يقضي ثلاث ارباع المده يبقي ربع مثلا بيعطوه وقف الحكم النافذ وتروح ربع المده منهم كمان، هي حجبها عنهم القانون.
طيب استاذ مصطفى، خلينا نحكي كمان عن تبديل القاعات الامتحانيه او المركز الامتحاني. البعض بيكون ضمن مركز بقاعه محدده بيبدل القاعه، وفي ناس بتبدل المركز كله. شو انوصفت هذا الفعل، هذا السلوك، وشو جري او شو عقوبته ضمن القانون السوري؟ هلا اليوم نحن بدنا نميز بين العقوبات الاداريه والعقوبات الجزائيه. العقوبات الاداريه هي اللي بتقع بتوقعها وزاره التربيه، فهي اللي بتحاسب فيها، والعقوبات الجزائيه اللي هو القضاء بحاسب فيها. فاليوم اذا ارتكب طالب جرم مثلا الغش او جرم تنقيل او كذا، فهي عقوبات اداريه، فهي وزارة التربية هي اللي بتحاسب بهذا الشيء. بعكس لما يكون شخص غير الطالب فهو هنا بيتحاسب أمام القضاء. طب اليوم في أشخاص، شخص عم بيقوم بتقديم المادة بدلاً عن شخص آخر، هذا الشيء عم نشوفه أو عم نسمع عنه بالشهادات العامة وأحياناً بالجامعات. اليوم شو عقوبته هذا الشخص؟ تمام، من يقوم بانتحال صفة الغير أو بتقديم الامتحان بدل عنه، اليوم عاقبه عقوبة جنحية تقع من شهرين إلى سنتين، وبغرامة كمان تصل لل 500,000 ليرة سورية. يعني كمان هي عقوبة شديدة. يعني اليوم إذا انحكم كمان نفس الشيء شهرين، أو انحكم إذا تشدد له، إذا كان مكرر نفس القصة لنفس الشخص مثلا، ممكن ينحكم أكثر، ينحكم مثلا بالحد الأقصى سنتين. وما بياخذ كمان لا أسباب مخففة ولا أسباب وقت تنفيذ الحكم النافذ، يعني إذا انحكم سنتين. طب الطالب هون شو بتكون عقوبته؟ هلا هو عقوبته هون إدارية. يعني هو القانون حدد بالفقرة الثانية أنه غير الطالب أو التلميذ فهو بيخضع لهذا القانون. يعني إذا كان هو طالب أو تلميذ فهون وزارة التربية أو المديرية التربية هي مثلا ممكن تحاسبه مثلا بالحرمان مثلا من تقديم دورة دورتين، أو مثلا بحرمانه من علامة المادة نفسها، فهي بترجع إلى عقوبات إدارية. عكس لما يكون الشخص غير الطالب، يعني إذا كان موظف أو إذا كان شخص برا. يعني اليوم مثلا عقوبة تقديم مثلا لشخص واحد انتحل صفة الثاني، تمام، هي عقوبتها يمكن شهرين مثلا تكون، تمام، بس يمكن هذا رافق يكون هذا الشخص يتقاضى مبالغ بالعملة الغير السورية، فبيكون مثلا بجرم شهرين بصير بجرم 5 سنوات، والتعامل بغير العملة السورية بوقع حاله فيها. فهي كمان نقطة كتير مهمة هي. أكيد أستاذ، شفنا كتير حالات خلال الفترة السابقة اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا بالغش، مثل بعض الصفحات اللي كانت موجودة على التليجرام، مثل بعض أيضا خليني أقول مجموعات الواتساب وما إلى ذلك، اللي هي كانت عم تنشر سلف أنه نحن رح ننشر الأسئلة ونحن رح نعمل وكذا وما إلى ذلك. في أيضا مجموعات تم القبض عليهم يعني وتم نشر هذا الشيء من قبل وزارة الداخلية. خلينا نحكي عن العقوبة اللي بيتعرضوا لها حسب القانون السوري لمفتعلي هي الجرائم، وهل هي تعتبر ضمن قانون جرائم الإلكترونية أم لا، ينفذ عليها قانون خاص ضمن القانون اللي حضرتك تحدثت عنه؟ تمام، هلا اليوم اللي بينشروا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا أسئلة، فهي الأسئلة ممكن أحيانا يكونوا أسئلة دورات يعني أو ما شبه من هذا الشيء. لا، في حال ثبتت أنه هي تم تسريب، وخصوصا كان في مواقع عم بتسرب بشكل واضح يعني. تمام، هلا في حال أنه ثبتت أنه هي الأسئلة هي نفس الأسئلة اللي عم تجي بشكل يومي، فهون بيخضع للمرسوم هذا للقانون رقم 42 لعام 2023 للمادة الثالثة منه، اللي بتكون عقوبته من 3 سنين لل 15 سنة، وبغرامة من 3 ملايين لل 5 ملايين، فبيخضعوا لهي المادة وبيتعاقبوا على هذا القانون لو هي جريمة إلكترونية، ولكن هي بتخضع لنفس القانون لأنه هذا القانون هو قانون خاص ناظم لسير العملية الامتحانية. طب بالنسبة للطلاب اللي سمعنا عنهم أنه ما نحط لهم أي علامة بسبب عمليات الغش، شو هي عمليات الغش اللي كانت لحتى أنه الطالب اليوم ينحرم من العلامة أو تنحط له علامة الصفر بكل المواد؟ هلا هي مثل ما رجعنا لحنا انه حسب وزارة التربية هي اللي بتشوف، يعني هي بالنهاية هي اللي بتحرم الطالب، بتلغي له العام، بتحرمه من المادة
بتحرمه من التقديم لدورة دورتين. يعني هي دائما عقوبات إدارية تخضع لوزارة التربية وتقديراتها وللقانون وللنظام الداخلي الناظم لها. هذا الشق لإلهم خاص فيهم، عكس الشق اللي بيخضع للمرسوم اثنين، هذا للقانون رقم 42. فهذا يعني هذا لحال وهذا لحال. وهي بالنهاية الوزارة عندها لجنة مشكلة خاصة بموجب القانون رقم 42، فهي بتدرس كل حالة. فقد يكون هذا الشخص الطالب تلقى تسريب الأسئلة أو تم التلاعب بعمليات التصحيح، فهي بتشوف مين اللي تلاعب وكيف هذا الشخص أخذ علامة كذا، فهي أحيانا بتحوله على القضاء بقرار من اللجنة. طيب أستاذ، في بعض الحالات اللي شفناها كانت حالات عنف وترهيب وتهديد، يعني بعض المراقبين تعرضوا لتعنيف أو ترهيب أو تهديد، فبالتالي طيل فترة الامتحانات ما كانوا عم يقدروا ياخذوا إجراءاتهم، لبعد الامتحانات لحتى حكوا أو صرحوا أنه أنا تعرضت لتهديد، لحتى مثلا خفف المراقبة على الصف الفلاني وما إلى ذلك. شو الإجراءات اللي ممكن يتخذها الشخص أو المراقب أو الأستاذ بعد طبعا الامتحانات إذا كان تعرض لهذا الشيء، وشو بيساعده القانون بهذا الموضوع؟ تمام. هلا اليوم الاعتداء على موظف عام هو عقوبة جنحوية، بيقدر يقدم شكوى للنيابة العامة، والنيابة العامة بتحولها للجهات المختصة وهي بتحقق فيها، يعني وبياخذ حقه على كامل حق الكامل يعني بهذا الشيء. يعني ما ممكن يتشكك ساعتها بالنتيجة اللي حصل عليها الطالب، مو بس هيك يعني ممكن يتم طبعا الحديث بين الجهة اللي هي اللي عم وزارة الداخلية او العدل وبين وزارة التربية انه هذا الطالب غش وما انمسك اثناء فترة الامتحانات لانه المراقب كان عم يتعرض لتهديد. هلا التهديد ما بيحسن يقول انه تهديد، لانه بيقدر هو يقدم شكوى لمرؤوسين تبعه او الرؤساء يعني تبعه، انه مثلا حدا من المرؤوسين او الرؤساء هو يخبر يعني او يقدم شكوى نيابه عنه. يعني مو شرط انه دائما انه انا والله اخلص من العمليه امتحانيه وبعد ما يطلع النتائج وينجح الطالب واخذ هي بعدين اقول والله انا كنت خليه يغش. يعني هي ما لها يعني اصلا بالقانون اللي بيسهل عمليه الغش بالقانون نفسه 42 اللي بيسهل عمليه الغش للطالب، كمان له عقوبه من شهرين لست اشهر وغرامه من 100 ل 300 الف ليره. يعني كمان هو راح يتلاحق لانه هو غطى عن هذا الشيء. يعني احنا بالنهايه دوله قانون، يعني بيقدر كان يقدم حتى لو كان غصب عنه. ما في شيء اسمه غصب، يعني احنا اليوم ما في واحد والله حاطط مسدس براسه بيقول له والله تعال اكتب بدالي. يعني هن بالنهايه بيقدر يقدم شكوى وبيقدر يعتذر على المراقبه كلياتها. يعني ما بيقدر انه والله يقول انه والله انا تهددت بس يعني لاني متهدد ما حسيت، لا بتقدر انت تعتذر، بتقدر تروح تقدم شكوى، بتقدر تروح تبلغ الوحدات الشرطيه. يعني عندك في ألف خيار انك انت تبلغ فيه، وما تكون انك انت اخر شيء تقول ضحيه بس ينكشف الشخص. يعني صحيح. يعني بعد والله بس انكشف والله بقول لهم والله هددوني، ما له هذا صحيح. تمام. طب اليوم استاذ من وجهه نظرك بدنا نحكي عن التاثيرات السلبيه اليوم لعمليات الغش للغش الامتحاني، اليوم قديش عم بتاثر على مستقبل الطلاب وايضا مستقبل يمكن او نفسيه الطلاب المتفوقين اليوم؟ مثل ما ذكرت حضرتك بالبدايه انه في طلاب عم يدرسوا وعم يشوفوا غيرهم عم يجيبوا علامات عن طريق عمليات الغش، بيكونوا عم بيعرفون هذا الطالب ما درس او ممكن يكون من احد زملائهم او اقربائهم، اليوم هذا الشيء قديش له تاثير سلبية على الطرفين؟ هلا اليوم المشرع لما سن القانون رقم 42 هو الحد ولوقف هذه الاخلالات بالسير العملية الامتحانية. يعني اليوم مثل ما بيقولوا المساواة، انه اليوم الطالبين يدخلوا مع بعض، لا هذا يكون والله جايته الأسئلة وحافظها وداخل فيها، ولا هذا الشخص الثاني يكون تعبان وكل شيء والله الاثنين، واحد والله مثلا اللي تعب وطول السنه عم يدرس يروح مثلا يجمع مثلا 200، والشخص اللي ما تعب والله جاب الغش جمع له والله 230، واحد دخل طب والثاني اللي تعب ما طلع له شيء. يعني هي كمان هون يعني العداله والمساواه
تتطلب انه يكون في قانون ناظم لهي السير العمليه، فاجى القانون 42 رادع لهذا الشيء. يعني اليوم ما في شيء انه واحد انه يغش ويمشي، او واحد يسرب الاسئله، او شخص يتلاعب بعمليات التصحيح، او شخص ينتحل انتحال صفه ثاني، او شخص يسهل للطالب الغش. لا، هي كلها حصرها القانون ونظمهم وحط عقوبات رادعه. يعني اليوم ما لها هي عقوبات، يعني اليوم انت لما واحد عم يسرب اسئله اليوم عقوبته جنايه. يعني اليوم هي من 3 سنين لل 15. يعني تخيل انه واحد يكون مسرب لكلا اسئله فممكن يشدد له القضاء، فالتجديد ممكن يوصل معه لل5 سنين. ويمكن يكون الشخص نفسه اللي مثلا عقوبته تكون اللي بيسهل للطالب الغش، تكون عقوبته مثلا من 2 شهر ل6 شهور، ولكن هي عقوبة صح صغيرة، ولكن قد تترافق مع هي نفس العقوبة عقوبة مثلا إذا كان موظف قاضى مثلا مبالغ معينة كبيرة ليسهل له، فهون صار بالرشوة الجنائية اللي عقوبته 5 سنوات، وقد يكون الزلمة كمان أخذ عملة غير سورية، وكمان هون وقع كمان بجرم ثاني التعامل بغير عملة سورية كمان 5 سنوات، فإذا دمج له هون القضاء صار 10 سنوات، وإذا دغمهم إذا جمعهم 10 سنوات، وإذا دغمهم 5 سنوات، يعني ما توقفت هي على عقوبة تبع 2 شهر. يعني هون أكل عقوبة كبيرة، يعني 5 سنوات تروح من عمره وما فيه. ومو بس هيك، يعني ما يعني خلال 5 سنوات رح يقضيها كاملة، يعني ما رح تنقص ولا أكيد يوم، لأنه هو محجوب عنه الأسباب المخففة ووقف تنفيذ الحكم النافذ. أكيد. يعني بالنهاية بدنا نشكرك على وجودك معنا أستاذ مصطفى وكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير لك. كل الشكر لكم كافة المشاهدين الكرام. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي قدمتها.